فوق زي ما انتوا شايفين كده في كل خصلة، ونحافظ على الاتجاهات، وفي النص بنسيبه كده ما بنعملش خطوط. بدأت أكرر طبعا مع الحفاظ على شكل الخصلة دي، الطريقة الصح لرسم الشعر دي. بعد ما عملت كل الخصل بدرجة البني المحمر، بريت القلم نفس الدرجة، خليت سنها رفيع، وبدأت ان انا اعمل تاني، اعيد على الشعر اللي انا عامله خطوط من فوق لتحت ومن تحت لفوق في بداية كل خصلة. بعد ما خلصتهم كلهم جبت قطنة وبدأت ان انا ادمج. طبعا احنا سايبين كل خصلة من النص زي ما هي، احنا بندمجها. جه بقى دور القلم البني اللي هو الغامق، بدأت ان انا اعمل برضو خطوط تاني من فوق لتحت ومن تحت لفوق في كل الخصل. وبعدين بآخر درجة اللي هي الاسود، بدأت ان انا اعمل الظل في كل الخصل. لو حابين تشوفوا شرح مفصل عن رسم البورتريه والملامح تقدروا تشوفوا الفيديوهات السابقة. اتمنى تكونوا استفدتوا من درس النهاردة، سيبولي تعليق بالحاجة اللي تحبوا ارسمها للفيديو الجاي. لو الفيديو ده وصل 5